السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حلوين؟ يا رب دايما تكونوا بخير. طبعا في الصيف اللي احنا فيه ده والحر لازم نشرب حاجة كده تنعنشنا، فنعمل ليمون بالنعناع. يلا بينا نشوف مع بعض. طبعا اول حاجة الليمون قشرته وقطعته، شلته منه البذر لان البذر ده هو اللي بيخليه يمرر. بعد كده بقى نعناع بلدي غسلينه كويس هنحطه عليه، وكمان السكر، والسكر ده بيكون حسب الرغبة، بس عموما عصير الليمون يعني بنحط له سكر كتير شويه. والميه الساقعه بتاعتنا نضربهم كويس بقى في الخلاط. بعد كده نجيب مصفى ضيقه، شايفين انا بصفيه حتى النعناع ما مش نازل في الشفشق، فنجيب مصفى ضيقه نصفي بيها كويس، وكده يبقى العصير بتاعنا خلص. بعد كده بقى نجيب الكوباية بتاعتنا او الكاس، هنحط فيه تلج عشان يبقى ساقع كده وحلو. ونحط بقى العصير بتاعنا، يا سلام يا جمال وجمال. هنحط بقى عليه تزيين ايه، حته ليمونه كده، إيه النعناع، المهم ان احنا نروشن نفسنا زي الكافيه بالظبط. اهم حاجه بقى ما تنسوش لايك وشير واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.